اهلا وسهلا بيكم، معاكم محمد سلطان، عضو وحدة الابتكارات التربوية والتعلم مع بعض جامعة اسكندرية والمدرس بكلية الزراعة. النهاردة انا هتعلم ازاي اعمل ابلودنج للكورس بتاعي. طبعا سيف الكورس بتاعي اللي هو الباك اب اللي انا عملته الفيديو اللي فات، والابلود الكورس بتاعي بيساوي الريستورنج بتاع الكورس نفسه. اول حاجة انا بعملها ان انا بعمل أه بختار بدخل على مثلا اهوت، انا داخل على المودل كلاود بتاعي، عايز انقله بقى من على المنصة بتاعت جامعة اسكندرية، عايز انقله على الكلاود بتاعي. بعمل هنا اهوت، بكتب اسم الكورس بتاعي، بعمل له مثلا صورة للبروفايل بتاع الكورس بتاعي، وبحاول ان انا انقل الكورس دوت من الهارد ديسك بعد ما سيفته في الفيديو اللي فات. فطبعا حضرتك لازم تكون عارف ازاي بيتعمل الباك اب، لو مش عارف ممكن ترجع للفيديو اللي فات هيشرح لك الموضوع دوت بالتفصيل. الكورس بتاعي بيكون موجود على الديسكتوب او بيكون موجود على الفلاش ميموري او على الهارد ديسك بتاعي. انا حاطه هنا اهوت على الديسكتوب اهوت على في الباك جراوند، وانا فاتح دلوقتي الكلاود بتاعي بضغط على سايت ادمنستريشن. طبعا الادمنستريشن ممكن احتاجه لو انا هنقل من منصه لمنصه تانية، لازم يكون عندي اكسس بطلبها من المؤسسه بتاعتي ان هي تفتح لي طبعا سبيس على الموديل. بضغط هوت على كورس، بعد ما بضغط على كورس بضغط على ريستور كورس. بعد ما بضغط على ريستور كورس ممكن اعمل دراج اند دروب على طول، اسحبه واحطه هنا اهو، او ممكن اعمل تشوز افايل وهيفتح لي طبعا بوكس بختار منه الفايل بتاعي اللي انا كنت مسيفه. ده كل محتويات الكورس بتاعتك. انا بضغط على كونتينيو بعد ما بشوف كل الكورس محتويات الكورس اللي كنت عاملها باك اب. وهنا اهوت انا بتاكد بس انه نفس النيم بتاع الكورس اللي انا فعلا سميته قبل كده، متاكد ان نفس الاكستنشن اللي قلت لكم لحضراتكم قبل كده عليه اللي هو الدبليو بي زد اللي كان موجود قبل كده، هو هنا بيتعرف وفعلا قال لي هو دوت اللي انا لقيته، او هو ده اللي موجود على الهارد ديسك بتاعك او اللي انت اخترته. اوكي، طالما هو دوت بعلم عليه وبقول له خلاص هو ده اللي انا محتاج فعلا اعمله باك اب. طب ليه الخطوه دي؟ لان انا ممكن يكون عندي اكتر من باك اب، بدرس اكتر من كورس واعمل لهم اكتر من باك اب. بعمل له كونتينيو، بيطلع لي دلوقتي الحاجات او الفانكشنز اللي موجوده جوه الكورس اللي انا كمان لو تفتكر ان انا اللي عملتها قبل كده الفيديو اللي فات، بعمل لها نيكست. هنا بيظهر لي كل التفاصيل، كل الديتيلز الخاصه بالكورس، تاريخه، الاسم بتاعه، الفانكشنز اللي موجوده فيه كلها. بدوس نيكست، بتفرج على كل محتويات الكورس بتاعتي وبضغط على بيرفورم. بيرفورم ريستور هنا هوت بيبدا ان هو يحط لي الكورس كله بكل حاجه عملتها فيه ما عدا الحاجتين اللي اتفقنا عليهم، ان انا مش عايز الستودنت او اليوزرز ومش عايز الانفورميشنز بتاعته. اضغط كونتينيو وادي الكورس موجود.